بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله. نقوم اليوم بتطبيق عملية مضاعفة الأشياء وحركة بعض الأدوات. هنا نحتاج إلى خلفية معينة. نقوم بوضع خلفية، هذه هي الخلفية، ثم نتجه إلى الأدوات الموجودة ضمن برنامج الآيكلون ونقوم بوضع هذا الصندوق الذي ترونه. وضعنا هنا صندوق، هذا صندوق أحبتي في الله. الآن أحبتي في الله نريد أن نضاعف من هذا الصندوق، نجعله 2 مثلا. احنا تعودنا على هذه الأداة لمضاعفة الأدوات هنا، وهناك طريقة أخرى لمضاعفة الأدوات، وهي الضغط هنا لإبراز. طبعا نكون قد حددنا الصندوق واستخدمنا هذه الأداة، ثم نضغط على Ctrl CTRL. بالضغط على الكنترول ونحن ضاغطين على الكنترول باستمرار نقوم برفع أو استخدام هذه الأداة إلى الأعلى أو إلى الجوانب كما نريد. لاحظ عندما أقوم بالضغط على كنترول أستطيع سحب الصندوق الآخر إلى هنا، وبتحديده أقوم بوضع صندوق آخر هنا. طالما نحن ضاغطين على الكنترول CTRL نستطيع استخدام هذه الأداة في مضاعفة الصناديق. الآن أحبتي في الله نضع أو نذهب إلى الإضافات الموجودة لدينا. لدينا هذه الأدوات القابلة للتكسير، نضع أي زجاجة هنا، نرفع الزجاجة إلى أعلى لتكون فوق الصناديق الموجودة ونقوم بتكبيرها. هنا هذه هي الزجاجة القابلة للكسر في أدواتنا تحت عنوان SFX4 أو SFX3، موجودة هذه الإضافة. الآن نقوم بإحضار عصا أو سهم لنطبق عملية ارتطام العصا أو السهم بالزجاجة وانكسارها من خلال الإضافة الموجودة لدينا. من هنا نقوم بإحضار هذه العصا هذه هي العصا. طبعا أحبتي في الله نحاول دائما أن نجعل مؤشر التايم لاين مقفول أو في البداية. نقوم تعديل على العصا لتكون مواجهة للمواد التي نريد أن نطبق عليها، هكذا رفعها قليلا ونتأكد أنها أو أن العصا تحاذي الزجاجة مباشرة.
تقوم بالتكبير، تكبيرها قليلا. الآن تظهر لدينا العصا وهي في منتصف الزجاجة. نقوم بتكبير أو نقوم بإبعاد المشهد قليلا هكذا، وإبعاد العصا إلى هنا. أيضا قليلا نعدل هنا. الآن نقوم بإحضار مؤشر التايم لاين إلى هنا مثلا، إلى هنا، ونقوم بإحضار العصا لترتطم بالزجاجة، نضعها هنا. حينما نعود إلى البداية ونقوم بتشغيل المشهد، تشاهدون العصا وهي ترتطم بالزجاجة. طبعا قوة حركة العصا ستجعل من العصا تخترق الزجاجة. هنا وبعد أن نقترب من الزجاجة وقبل أن ترتطم بها العصا بقليل، نقوم بتطبيق عملية كسر الزجاجة، كليك يمين، وبالضغط كليك يمين هنا بيرفورم بريك، نعطي أمر الكسر، كسر الزجاجة كما تشاهدون. وحينما أو حين إعادة المشهد مرة أخرى، نلاحظ أن الزجاجة انكسرت متأخرة عن وصول العصا. إذن هنا نقوم بإرجاع العصا قليلا إلى الخلف، نحتاج أيضا أن نجعل العصا إلى الخلف قليلا. نشاهد الآن قليلا أيضا.
نحافظ على أبعاد العصا هنا. نستطيع فيما بعد تقريب المشهد. لنشاهد الآن هكذا. طبعا حين تصدير العمل لن يظهر هذا المكعب الذي ترونه، هو مجرد لتأمين حركة كسر الزجاجة مرفق مع الحركة. بهذا أحبتي في الله نكون قد أنهينا درسنا الثامن. أرجو أن تكونوا قد استفدتم. لقاءنا وإياكم في الدرس القادم بإذن الله تعالى. حتى ذلك الوقت أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.